قبل 2018 أصدرت أوامر وتوجيهات أن الحشد الشعبي يجب أن يكون بعيدا عن العمل الانتخابي والسياسي، وكل الجهات اللي خاضت الانتخابات قالوا انسحبنا من الحشد الشعبي ونتصدى، خيرناهم بين أن يبقون في الحشد الشعبي ولا يتدخلون في العمل السياسي والانتخابي، وبين أن يخرجون يقطعون علاقاتهم بالحشد الشعبي. كل الذين تصدوا الانتخابات أعلنوا أن قطعوا علاقاتهم، ولكن بعد الانتخابات للأسف ورأينا بأنه كيف عادوا مرة أخرى ارتباط العمل السياسي بقطعات من الحشد الشعبي، وهذا أمر خطر. يجب هذا خطأ لو خطر يجب أن يكون كيان مستقل يحمي المواطن العراقي، مو يحمي كتلة مقابل المواطنين، هذا خطر. أعداد الحشد تزداد تزداد؟ إيه نعم، هناك الآن تطلب من جهات تعالوا رشحوا ودي يتم التأثير عليهم، تعالوا هذه نعطيكم، انضموا إلى هذا نعطيكم أعداد حشد. طيب ما هو المبرر في زيادة أعداد الحشد في زمن السلم ليس في زمن الحرب؟ خليني أسألك سؤال مباشر، إيش قد كان عدد الحشد على الورق كنت تسلمهم رواتب؟ 150,000؟ هذا اللي مسجل لديهم، لما تأتي معهم تمسك قد كان عددهم؟ أنا تكلمت مع المفتش العام السابق اللي هو من بدر وكان رجل صريح وأعطاني أدلة لا تقبل النقاش، تكلم معي بشكل خاص ثم ضغطوا عليه وأسكتوا، هددوه وأسكتوا، تكلم معي كلام حر بالأخير رجع مني وقال أنا مصر لا يسكتوني. فش قد الطاق؟ ذكاني قال ليس أكثر من 60,000 في تلك المرحلة، وقال أنا عندي أرقام حقيقية مو كذا، أنا لا أفتش فقط عن الرواتب، في وقت الراتب يأتون جميعهم وقسم يأتي عنهم ممثل يشيل الأموال بالقوان يسموها، يقتضي أن يوزعها بس يوزعها على عدد أكبر، يفترض عند عدد مقاتلين 1,000 يوزعها على 3,000-4,000 حتى يكسب أنصار، يوزع رواتبهم على أعداد كبيرة، هذا غير مقبول. أنت تسرق جهد المقاتل الذي يقاتل. من اطلعت على هذه الحقائق وانتقاد عام قوات مسلحة ورئيس وزراء العراق ما سوى شيء. لهذا بدأنا بإجراءات.